أعتقد إنه الجميع اتفق أن لا تنمية بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون معدلات تنمية مرتفعة. أعتقد إنه الجميع، سواء كان المجتمع المدني أو الحكومة أو غير أو قطاع الأعمال، يتفق على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير العدالة الاجتماعية بشتى الطرق، سواء من خلال السياسات المالية لإعادة توزيع الدخول وتقليل الفوارق ما بين الثروات، أو من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي كثيفة العمالة، وهي تمثل 90% من القطاع الصناعي وتمثل 75% من فرص العمل المتاحة. مساندتها أصبح النهاردة ودعمها أصبح النهاردة واجب. طيب ما تعمل عليه الوزارة من ملفات لزيادة الاستثمار الفترة المقبلة؟ نحن بنتكلم عن العدالة الاجتماعية ولا بنتكلم عن الاستثمار؟ لا، هو مؤتمر اقتصادي عن الاستثمار بشكل أساسي، ولكن الجلسة كانت على العدالة الاجتماعية، صحيح؟ تمام. لا يبقى عاوزة طبعا العدالة الاجتماعية والتنمية. والتنمية. طيب أنا ممكن أسألك على الاقتصاد ولا اسأليني اللي أنت عاوزاه؟ عن الاستثمار. اتفضل. طيب الملفات اللي على عاتق الوزارة الفترة القادمة لزيادة الاستثمار، المشروعات وخلافه، تسهيل المستثمرين الأجانب. هي في داخل الوزارة، أولا الوزارة بتشارك مع وزارة الاستثمار في مراجعة وتعديل قانون الاستثمار واللوائح المكملة له. إنما أهم من ذلك، وزارة الصناعة أعادت إحياء مبادرة إرادة، وهي المبادرة التي كان منوط بها مراجعة خصوصا اللوائح التنفيذية واللوائح الإجرائية المكملة للقوانين، اللي هي محل شكوى المستثمرين، اللي هي ما نسميه البيروقراطية. فبنراجع الإجراءات المطلوبة، وهدف مراجعة هذه الإجراءات هو التسهيل على المتعاملين في الأسواق. أعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله سنلمس ثمار هذه الجهود التي تبذل، وحنخرج ببعض التوصيات وبعض القرارات الجديدة التسهيل. شكرا جزيلا.